شيرين، إن المتهم الماثل أمامكم قد خيل إليه أن لا رقيب ولا رادع له عما فعل. إن المدعو لمين حداد كان يظن أن نفوذه كواحد من أهم رجال الأعمال سيمكنه من تزوير والتلاعب بمستندات قانونية وأيضا تهريب أموال طائلة للخارج بصفة غير قانونية. كما عرضنا عليكم سيدي الأدلة المثبتة في التحقيق كخطه على الأوراق وكاستعماله للقلم الذي عليه بصماته وكذلك الحبر الذي يتطابق مع نفس مواصفات زجاجة الحبر التي هي على مكتبه. لذا سيدي فإني أطالب بأن تطبقوا القانون وتنفذوا أقصى عقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لأمثاله الذين يريدون المس بالقانون، وشكرا. شكرا أستاذ مالك. الأدلة اللي قدمتها النيابة تدين موكلك، فهل لدى لسان الدفاع ما يضيفه قبل التصريح بالحكم؟ ما تتحيرش على كلك باش نستيفو. لا يا سيدي القاضي، حيث تبين لنا أنه ليس هنالك دليل للبراءة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم لمين حداد. سيد القاضي، المتهم بريء وأنا عندي دليل براءته. سكيت، هدوء مفضلكم. أعطينا هويتك. سيد القاضي، مش مهم أنا شكون، المهم اللي أنا عندي الدليل الوحيد والقاطع على براءة لمين حداد. خذ من عندها المستندات. سيد القاضي، المستندات هذه تمثلي من شرفي وسمعتي كامرأة، وأخلاقي ما تسمحليش باش نكشفها قدام الحضور، لذلك أن تسمح تشوفها وحدك. هذا شيء غير قانوني. دليل البراءة ينبغي أن يطلع عليه المحامي والمستشارين، أنا ما نجمش ناخو أي قرار وحدي. حضرتك سيادة القاضي رياض المنصر، يعني بعد 30 سنة خبرة حتى حد ما ينجم يشكك في نزاهتك في أخذ القرارات الصائبة. كما سبق وقلت سيد القاضي، المستندات هذه تمثلي من شرفي كبشر قبل ما يكون كامرأة، ما نجمش نكشفها قدام الناس الكل. إذا كان ماكش موافق باش تشوفه وحدك فباش تزني الروح والدليل معايا ويدخل متهم بريء للسجن. إذا هذا يرضيك فنستأذنك نخرج من القاعة، وشكرا. سيد القاضي، عندي مضيف. كما كنت تقول سيادتك، القضية هذيا أخذت أكبر من حجمها، أخذت مجرى آخر. صحيح سي لمين حداد بريء، واللي قام بتزوير الوثائق والمستندات تهريب الفلوس كانت حرام والمصون وعشيقها محامية الجبار. حبيت نقول زادة اللي كان سي لمين حداد حكم عليه وما قالش براءة راهو ما ماتش، وراهو هذا كل ما صارش. هذاك علاش حبنا نصدع شخص هون عنده الكلمة الأخيرة في القضية هذي. تفضل. سي مهدي الإمام، قاضي القضاة ورئيس مجلس الأعلى للقضاء، باش يكون هو الشاهد الأخير في القضية 460. شاهد على شكون؟ عليك أنت سيد القاضي. سيد القاضي، ثقتي فيك مطلقاً.